شريحات ام 2 في الدمام حي الفرسان، مسوين عرض خلال شهر شوال على جميع الشريحات اللي عندهم، جميع ايام الاسبوع والويكند على 800 للشريح الصغير و1000 للشريح الكبير. خلنا نشوف ايش يحتوي عليه الشريح. طبعا زي ما تعرفون حسب الانظمة التأجير لعائلة واحدة فقط، والتعقيم يوميا هنا في شريحات ام 2. هذا الشريح اللي عليه عرض بألف ريال سواء ايام اسبوع او ايام الويكند، واللي اصغر منه بشوي ب800 ريال. في هنا العاب الاطفال، في جلسات برا، الالعاب المائية. اما المسبح فهو داخل، هذه ميزة حلوة قريب من الاستراحات اللي تميز بالميزة هذه ان يكون المسبح داخلي. المسبح هنا داخل يطلع على الصالة مباشرة، ومكيف في اثنين مكيف سبلت زي ما تشوفون، وهنا الصالة خلفها طاولة الطعام والمطبخ المصغر في الزاوية مع الثلاجة. قدم هنا على الكنب، التلفزيون قدامكم والمسبح قدامكم، يعني ما تحتون الصغار ولا تخافون عليهم. المسبح هنا غرفة الشاور، وهنا غرفة النوم. طبعا هذا الشريح الكبير هذا بألف ريال، في أصغر منه بشوي 800 ريال، الأسعار 800 أو 1000 ريال طول شهر شوال. هنا غرفة النوم في معها جاكوزي. هنا عندنا تكرم دورة مياه اليمين، هنا في مجلس أرضي غرفة إضافية تستفيدون منها، وهنا غرفة ملابس. أما النموذج اللي الآن احنا فيه مشهب وفي قاعة، هذا بألف ريال، لكن مع القاعة اللي بنشوفها الآن تضيفون 500 ريال. خلنا نشوف القاعة. هذا في قاعة مجهزة ب 500 ريال سعر إضافي إذا تبون الشريح اللي في قاعة. اللي فيها القاعة المسبح مكشوف مش مكيف، فالقاعة مجهزة، طاولات، كراسي، الأنوار، الستيج، السماعات مثل ما تشوفونها الآن كذا. ناب الشرقية مع سعد الدوسري.